صباح الهنا. صباح الفل يا فندم. نورنا كابتن عادل واهلا بحضرتك. طيب الله يخليك. خلي سؤالنا الاولاني بقى مستقى كده من المقدمه اللي قالتها نهاوند. في رايك وطبقا للي حضرتك تابعته الفتره الاخيره مع المنتخب ولا سيما المعسكرات اللي عملها فيتوريا مع اللعيبه، الى اي درجه شايف ان فعلا المنتخب ممكن يفرح الجماهير في ان شاء الله في النسخه دي؟ خلينا نبدا بس بحاجه مهمه قوي، ان منتخب مصر متمرس بالبطولات الافريقيه. واللاعب المصري بيجيد في المعسكرات المغلقه القريبه، يمكن احنا بنعمل البطولات المجمعه افضل ما بنعمل المباريات المتباعده، لان هي تنظيميا فاللعيبه لما بتخش جوه المعسكر بيبقى هنا فكر اللاعب بس، وبيبقى هنا ما فيش حد بيتدخل من اللي هم بيعملوا. يعني اقولها بشكل ايه، عاوز اجيبها بشكل حلو يعني، لانه لما بيتدخلوا في السيستم، في ناس لما بتتدخل من بعيد في السيستم بتبوظ الدنيا، لكن اللعيبه لما بتخش بتشتغل هي كلعيبه بس. عشان كده احنا في البطولات الافريقيه بنبقى متميزين، المجمعه بيبقى متميزين، لان اللاعب المصري لاعب ذكي ولاعب بيقدر يتحكم في يمكن بيتحكم في نفسه قوي في حته التجمع. لما بيبقى بره الدنيا بتشغله والمباريات المتباعده، فبتلاقي المستويات تنزل وتعلى لكن في المعسكرات فانا متفائل بمنتخب مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين وده المهم، اول مره فيتوريا يمسك منتخب، عشان بس نبقى عارفين يعني. يمكن هو مدرب نادي وليس مدرب منتخبات يعني، ده بالنسبه لحضرتك كابتن عادل مقلق ولا لا؟ شايف شوف ان هو ايه؟ هو بقى له سنه ونص معانا يعني اتعود وبدا يتغير، لانه مدرب المنتخب غير مدرب الانديه. مدرب المنتخب باختصار يعني مدرب المنتخب بيلعب بطريقته هو، لانه القماشه عنده كبيره، لانه اللعيبه عنده كل لعيبه مصر. اما مدرب النادي فبيلعب بالقماشه اللي عنده، بطريقه اللعب اللي يقدر هو يعملها كمدرب على فرقته وعلى اللعيبه وعلى مجموعه اللعيبه اللي معاه. ففي فرق كبير قوي يعني، الناس مش واخده بالها منه، لكن ده فرق كبير من الفكر والفكر. فكر انك انت بتصنع لاعب، غير فكر انك انت بتاخد اللعيب جاهز وبتختار من مساحه كبيره. فهو فيتوريا كمدرب نادي وليس منتخب، هو تحول بقى له سنه ونص اشتغل مع منتخب مصر. اقدر اقول انه نجح كتير قوي، لكن اللي قلقني في تجربه، قلقتني تجربه قويه مع تونس. يعني انا شفته مع التجارب العاديه كلها تمام، كله كويس عشان احنا مصر وقدرات مصر، لكن لسه هنحكم بقى في بطوله افريقيا والتجمع والمباريات الاولانيه بتاعه المجموعه الاولى، ولكن كلنا قلوبنا طبعا مع المنتخبين. ويمكن احنا بنتابع دلوقتي لقطات وصول البعثه لكوت ديفوار يعني، و لا ده السفر لسه معانا لقطات برضو عايزين نعرضها بتاعه وصول البعثه. اما سافروا امبارح الساعه 3 العصر قلنا لحضراتكم ده في الحلقه بالامس، في وقت كويس كان توقيت كويس وصلوا، يمكن متاخر سنه بس يعني توقيت كويس، و زي ما احنا شايفين يعني طبعا الوقت كويس بينه وبين المباراه الاولى. يتعودوا على الاجواء كويس، صحيح في عندهم فرصه فعلا. اول تمرين ليهم النهارده المفترض، البرنامج بقى هيبدا يشتغل عليه مستر فيتوريا طول اول مباراه يعني.